أفعالهم ثلاثات في الواقع ماض وفعل أمري والمضارع فالماضي مفتوح الآخر إن قطع عن مضمار محرك به رفيع فإن أتى مع ذا الضامر سكن وضمه مأواوي جمع أينا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وافتتح مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتا يجمعها قولي أنيت يا فتى وحيث كانت في رباع تضم وفتحها فيما سواه ملتزم وحيث كانت في رباع تضم وفتحها فيما سواه ملتزم.